هذه 10:27 دقيقه على ميد راديو الاذاعه القريبه منكم. مازال لقاء مازال التواصل كيجمعنا بكم مستمعينا دائما من خلال برنامج اللامولاتي ومع فقرات متنوعه كلها افاده. غادي نمشيو مباشره للتواصل في شيوات اللامولاتي مع سناء من برشيد. الو صباح الخير سناء. صباح النور سناء، لاباس عليك؟ دايره لاباس عليك الحمد لله. الله يبارك فيك، عواش مبروكه. الله يبارك فيك ربي يخليك. بارك الله فيك، مرحبا بتواصلك معنا اليوم. الله يبارك فيك ربي يخليك اختي سناء، كنسلم عليك وعلى الطاقم كله ديال ميد غاديو. شكرا وكنتمنى لكم رمضان مبارك سعيد باش ما تمنيتوش. يا ربي امين. حنا وانتم ما شاء الله اي واحد يعني ناوي شي حاجه في خاطره الله يكمل عليه فهاد الشهر المبارك العظيم. يا ربي امين. نبداو على بركه الله باش غادي نبداو سناء ان شاء الله. غنعطيكم واحد نسمن يعني طلبوه لي شي اخوات غنعيدو ان شاء الله. واخا. المقادير غنحتاجو عندنا نص كيلو ديال الفواص. ايه هذا مسمن بالكوك ديال الكوك. عندنا نص كيلو ديال الفواص، عندنا نص كيلو ديال دقيق الحرش. ايه عندنا الملح يعني حسب الذوق. ايه عندنا واحد الفاني. عندنا جوج معالق ديال الزيت وجوج معالق ديال السنيده. واخا. هادو المقادير ديال العجين يعني التوراق غنحتاجو ربع ديال الزبدة. إيه؟ وعندنا جلافة ديال الكوك وأنا زدت فيه جلافة ديال الشكلاط يعني جا معتبر. أنا كنت كندير غير الكوك وزدت فيه جلافة ديال نعم جلافة ديال الشكلاط يكون محكوك ومدايرينو من قبل في المجمد باش يساعدنا في التوراق. نعاود المقادير إلا سمحتي. واخا. عندنا نص كيلو ديال الفورس، نص كيلو ديال دقيق الحرش، عندنا الملح، عندنا واحد الفاني، جوج معالق ديال الزيت وجوج معالق ديال السنيده، وعندنا التوراق غنحتاجو ربع ديال الزبده وزلافه ديال الكوك وزلافه ديال الشكلاط محكوك. اللي بغات السيده تنقص المقادير يعني غدير غير نص المقادير. ايه واخا. وباش غنجمعو العجينه غنجمعوها بالمدافي. الطريقه غنجمعو العجينه يعني غنجمعوا الدقيق الحرش والسنيده والزيت والفاني والمقادير كلها اللي ذكرنا كتجمع بالمدافي وكندلكوها مزيان، كنديروها كويرات صغار وكنغطيوهم بلاستيك غذائي كيبقاو يرتاحوا. من بعد كندوبوا هذيك الزبده وكنديروا زلافه فيها الزيت وكناخذوا العجينه وكنبداو نورقوا. الزيت غنديروه من التحت والزبده غنديروها من الفوق يعني الزيت غير باش ما تلصقش لينا العجينه. غنديروه من التحت والزبده من الفوق وكنبداو نرشو الكوك. غنرشو الكوك وغنرشو عليه الشكلاط وغنطويو العجينه على شكل مربع ونكرروا هاد العمليه حتى غنكملوا هاد الكريسات كلهم. ايه هاد الكميه اللي عطيت تقدر تعطي حتى جوج حتى ثلاثه ديال المسمنات كبار. ايه واخا. من بعد ملي غنكملوهم غنرشوهم بسنيده مخلطه مع شويه الفاني وندخلوهم الفران ملي غيطيبوا غنرشو عليهم العسل ونذوقوهم باللوز مهرمش. يعني راه كتجي باينه طبقه ديال الكوك وطبقه ديال الشكلاط يعني راه كتجي غزال. هذا المسمن كنتمنى من السيدات يجربوا. اكيد الله يعطيك الصحه ربي يخليك اختي سناء. غنعطيك واحد العصير. المقادير عندنا كيلو ونص ديال الخوخ، عندنا هذا كيعطي كميه كبيره. كيلو ونص ديال الخوخ، عندنا كيلو ونص ديال الليمون. ايه الليمون يكون مقشر ومحيد ليه العظام والخوخ حتى هو ما مقشرينوش محيدين ليه غير العظام الخوخ بالنسبه للخوخ. ايه وعندنا واحد الكيلو ديال السنيده. هادو هما المقادير. عندنا كيلو ونص ديال الخوخ بقشورو. ايه قلتي لنا بقشورو وغير نحيدو ليه غير العظمه ديالو. نعم الليمون غنحيدو ليه العظيمه والقشور. كيلو ونص ديال الليمون يكون مقشر ومحيد ليه العظام والخوخ يعني نخليو غير نحيدو ليه غير العظام. وعندنا كيلو ديال السنيده. هاد المقادير غنشدوها وغنخو فيها يعني القراش ديال المطايب. غنخليو مده ديال 5 ساعات. ايه واخا. من بعد غنخليو وغنغطيو عليه ملي غدوز هذيك 5 ساعات ومع سنيده حتى هي غنديروها معاه. اللي غدوز مده ديال 5 ساعات يعني غنجبدو غنلقاو يعني بحال تسلق غنبداو غنطحنو فيه غيكون خاسر هذا الخليط. يعني السيده غتزيد على حسب
الخشوريه اللي بغات هي. أيه. يعني غتزيد الماء، بغاتو يكون ثقيل، بغاتو يكون ثقيل خفيف يعني. نعم، غديرو في قريعات وتدخلو في الثلاجه، راه كيجي بحال واحد العصير، راه كيتباع بثمن شويه غالي. زوين، وطريقه ديالو سهله يعني، بهذه الطريقه ديالو كيخرج الماء طيب. واخا انا عطيك دابا واحد البريوش حتى هو كيجي خفيف وزوين. مقادير عندنا زلافه ديال الفور، عندنا ثلاثه ديال البيضات، عندنا ثلاثه المعالق ديال السنيده، عندنا واحد الفاني، عندنا رابعه صغيره ديال الزبده 125 غرام، وعندنا الخميره ديال الدار تقريبا معلقه ونص. نعاود الطريقه المقادير، عندنا زلافه ديال الفور، عندنا ثلاثه ديال البيضات، عندنا ثلاثه المعالق ديال السنيده، عندنا واحد الفاني، رابعه صغيره ديال الزبده 125 غرام، والخميره ديال الدار تقريبا ما يلقاونس، وعلى حسب الجو ثاني. الطريقه غنخلطوا الدقيق والسنيده والفاني والبيض، وغنجمعوا المقادير كلها وغنخليوها ترتاح، يعني غنجمعوها كلها الا الزبده اللي ما غنديروهاش. غنجمعوا كل شيء وغنخليوها ترتاح مده ديال ربع ساعه، نكون مغطينها مده ديال ربع ساعه. من بعد ملي غدوز مده ربع ساعه غنبداو ندخلوا فيها ديك الزبده، هذيك الزبده يعني غتكون واخده درجه حراره المطبخ، ما تكونش قاصحه، ونكونوا مقطعينها طريفات. غنبداو ندخلوا فيها ديك الزبده، وحنا كندلكوا فيها ندخلوا غير بشويه، ماشي مره واحده غنديروا الزبده، يعني غير بشويه وحنا كندلكوا بيدينا. من بعد ملي غتدخل الزبده وما تبقاش تبان لينا، غنديروها في واحد نخليوها تخمر، ملي غتطلع لينا غنديروها كره كبيره يعني، وغنديروها في مول، غندهنوا بالزيت الزبده والزيت، وغنديروها كره كبيره وغندخلوها للفران، يعني راه كيجي هذا البريوش خفيف. ما ممكن دهنوه ما والو، مباشره راه هو كيتحمر بوحدو، وكندخلوه للفران وكندهنوه بالكونفيتير والكوكي، كيجي زوين. يعطيك الصحه تبارك الله عليك، ربي يخليك اختي سناء. نعطيك واحد الباطاشو حتى هو ساهل. واخا، عندنا كاس صغير ديال الماء، عندنا جوج ديال البيضات، هاد الباطاشو يعني كيصدق من المره الاولى. كاس صغير ديال الماء، جوج ديال البيضات، 50 غرام ديال الزبده، شويه ديال الملح، 70 غرام ديال الفوص، تقريبا 70 غرام، كاس ديال العنبه ما عامرش 70 غرام، وعندنا نص معلقه صغيره ديال السنيده. نعاود المقادير، عندنا كاس صغير ديال الماء، جوج ديال البيضات، 50 غرام ديال الزبده، شويه ديال الملح، 70 غرام ديال الفورص، تقريبا كاس ما عامرش تاع العنبه، نص معلقه صغيره ديال السنيده. طريقه في كاسونه فوق العافيه كنديروا الماء والزبده، وكنضيفوا داك شويه الملح حتى كيغلى لينا. من بعد كنزيدوا، ملي كتغلى هذيك كتذوب الزبده والماء، كنضيفوا الدقيق مره واحده، وحنا كنخلطوا بواحد المعلقه ديال الخشب، كنديروا الدقيق والسنيده، وحنا كنخلطوا بواحد المعلقه ديال الخشب وفوق العافيه. من بعد غنحيدوا من فوق، غنحيدوا من العافيه وغنبداو نحركوا، وغنرجعوا فوق العافيه من تحت ينشف لينا داك الدقيق. فهمتي سناء الطريقه؟ يعني كنديروا الدقيق مره واحده، وكنديروا مع السنيده واحد المعلقه ديال الخشب، وعاد كنرجعوه للعافيه يعني باش ينشف لينا داك الدقيق. من بعد كنزيدو، حنا حيدناه من العافيه، كنزيدو دوك الجبيضات يعني وحده بوحده حتى كينسجم لينا داك الخليط، وكيولي لنا عندنا واحد الخليط رطب. وما كنديرو غير معلقه ديال الخشب باش كنحركو، كنحركو بالزربه، نخلطو حتى كيولي عندنا واحد الخليط رطب. كنديرو في جيب حلواني اللي ما عندوش، يمكن غير شد معلقه، وكنحطو بيها في واحد اللاطه تكون مدهونه، وكندخلو للفران يكون شاعل من قبل على درجه حراره 180 لمده ديال 35 دقيقه تقريبا، راه كيوجدوا، غير هو ما نحلوش عليهم الفران حتى يبانو لنا تحمر. الا حلت السيده وهما باقيين خضري راه يمكن يهبطوا ليها. طيبوا فعلا. هو هذا الباطاشو هو السهل، خصنا غير كيبغي غير الخفه هكا في المراحل، المراحل يكونوا مضبوطين. فعلا ما كيتعطلش، تكون واجد ملي كيطيبوا كان السيده تعمرهم بالكريم باتيسيير.
ايه كيجيو ممتازين بكريم باتيسير ولا كريم باتيسير هادو كيجيو يعني السيمات الحامض ومن الداخل خاوي. المقادير ديال كريم باتيسير نحتاجو عندنا كاس ديال الحليب، وعندنا نص كاس ديال السكر، وعندنا ربع كاس ديال النشا، وعندنا صفار ديال ثلاثه البيضات، وعندنا رشه ديال الفاني، وواحد الحامضه محكوكه، ومعلقه صغيره ديال الزبده. يعني كنديروا هاد الكريمه ملي كنوجدوها كنخل نسقبوهم شويه من الوسط بلا ما غتبان لينا، وغنعمروا بهم هذاك الباطاش راه كيجيو غزال سهلين وخفاف. اي تفضلي سناء. عندك واحد الشربه واخا، يعني كنشكر الاخت اللي عطات ليا وجربتها وجات غزاله. كنتمنى من السيدات يعني يجربوها في هذا رمضان، نقص يعني غير الحريره يجربوا هاد الشربه. عندنا كاس ونص ديال الروز يكون مطحون، عندنا كاس ونص ديال اللوز يكون مطحون، وعندنا واحد الكاس ديال الحليب غبره. كنديرو كلشي، كنديرو كوكوط كنديرو فيها الماء يكون غليان مع شويه ديال الملح وقطرات ديال زيت العود. ملي كيغلى لنا هاد الماء وزيت العود كنزيدو فيه هذاك الروز يكون مطحون، الروز غبره ما يكونش مطلوق، الروز غبره. كنزيدو فيها هاد الروز وكنزيدو فيها هذاك اللوز، وحنا كنخلطو بواحد المعلقه ديال الخشب يعني واقفين حداها كنخلطو. من بعد ملي غنحسو بهذا الخليط طاب وشويه عقاد غنزيدو عليه كاس ديال الحليب غبره يكون مخلط يعني مخفف بشويه ديال الماء. وكنخلطو يعني حتى كنحسو يعني طلعت الغليه بدا كيفيد، يعني هاد الشربه كتجي غزاله. كنتمنى من السيدات يجربوها. الو 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 سناء. الو كنسمعك. اي تفضلي تفضلي لان الصوت مشى. تفضلي نعاود الطريقه. واخا الا سمحتي. عندنا كاس ونص ديال الروز مطحون، عندنا كاس ونص ديال اللوز يكون مطحون حتى هو، وعندنا كاس ديال الحليب غبره. واحد الكوكور فيها الماء غليان كنديروا فيها الملح وقطرات ديال زيت العود. ملي كيغلى لينا كنديروا الروز اللي مطحون كاس، وكنديروا اللوز اللي مطحون، وكنبقاو نحرك بواحد المعلقه حتى كيطيب لينا هذا الخليط. ملي كنحسوا به طاب كنزيدوا عليه داك الكاس ديال الحليب غبره مخفف بشويه ديال الماء. يعني حتى كيطيب لينا هاد، يعني كنحسوا بهذا الحليب فاض لينا في هذيك الطنجره، يعني كنقدموها بالصحه والراحه هاد الشوربه. زوينه غزاله سهله وخفيفه وكتجي عاقده ياك شويه. كتجي عاقده حيت فيها الروز واللوز والراحه. الله يعطيك الصحه تبارك الله عليك سناء. مشكور على هاد الاقتراحات اللي وجدتي لنا اليوم. عواشر مبروكه تبارك الله عليك. واحد التحيه في الثانيه. مرحبا تفضلي. كنوجه التحيه للعائله ديالي داخل وخارج ارض الوطن، وكنتمنى الخاله ديالي الشفاء العاجل، وكنبارك الايوب بالنجاح ديالو في البكالوريا، وكنسلم على الاخت ديالي بوشرى وبناتها هاجر، وكنسلم على خديجه والبنات ديالها، وكنسلم على جميع الصديقات ديالي من بينهم الاخت عائشه ونزهه وجميع الصديقات بدون استثناء. وكنتمنى لكم رمضان مبارك سعيد، وش ما تمنيتو ان شاء الله. الله يبارك فيك. شكرا لك بزاف سناء على تواصلك معنا من برشي.